كانت عندي لقاءات كثيره مع السيد الرئيس من الوجهه ديالي، وذكرنا الحمد لله الدياغنوستيك كاين، الاولويات واضحه، احنا كنخدموا ليلا ونهارا بخصوص عمان، وصلوا لمعركه كبيره وانتظارات كثيره، ولكن احنا قادرين عليها ان شاء الله بفضلكم وبفضل المنتخبين كاملين. كاين النقاط الاساسيه اللي كنتذكروا عليها دائما وهي اللي تكون الاولويات اللي كنخدموا عليها ان شاء الله جميعا. كاين الاشكاليه الاولى والقضيه ديال الماء، مهم جدا بالدار البيضاء وجامس مثلا عند المراه كتعرف واحد النقص هذا في النقطه هذه. النقطه الثانيه اللي كنتذكروا عليها كذلك هو الموبيليتي، النقل خدامين عليها كذلك واحد جديه. ونقطة الثالثة فيما يتعلق بالتشغيل، ثم التشغيل ديال الشباب، وهذه عندها علاقة بالمناطق الصناعية. السيد الرئيس الجهة مشكور ومع الإخوان كاملين اللي كاين برنامج طموح فيما يتعلق بخلق مناطق صناعية في واحد العالم ديال المدن، تقريبا جميع المدن اللي كاين مراكش. نعم، ودخل فيها حسن كذلك. فون ريجيونال دانفيستيسمون، وكذلك اللي نعطيو واحد الدفعه قويه كذلك واللي كيشكل عائق هو القضيه ديال المعالجه ديال الدور الصفيح، اللي مشكل كبير في الجهه بالنسبه لنا، وكذلك البدايات المهدده كجمال. هادو هما الاولويات وهادو هما ورقه الطريق اللي نخدمو فيها، وغادي نكونوا ان شاء الله في الميعاد. كاين كذلك الموعد الكبير للانتظارات ديال المغرب قدام المونديال 2030، وكذلك كوب دافريك ان شاء الله 2025. هادو كذلك محطة كورة، لأن نلعب الشرف رحنا تم الإغلاق ديالو وهاديك التنتهي ديالو، والمركب الكبير ان شاء الله اللي غادي يكون سليمان تا هو لزابيل دوفر ديال ليزارشيتيكتور اللي كنوصي ان شاء الله، وغادي نكونوا ان شاء الله في الميعاد من اجل الحسابات ديالكم والدورة الرياضية ديالكم. فمرة أخرى كنشكر السيد الرئيس، كنشكر الأعضاء كاملين اللي حاضرين معنا. هذا هو أول لقاء، كل لقاءات أخرى إن شاء الله مع الجميع، والباب ديال الولي راه مفتوح للجميع اللي عنده شي مشكل مرحبا به، وراه ما كاين باش نربحوا المعركة كاين شي نوتر ميثود كو العمل ثم العمل ثم العمل. وشكرا لكم.